بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة. حدثنا مجاهد بن موسى بغدادي والفضل بن سهل الأعرج بغدادي وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح، حدثنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا، لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال الآية. فقال الرجل: والله يا رسول الله، ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرار كلهم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان. وقد روى ابن حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي، حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم عليه السلام في شيء قط إلا في ثلاث: قوله إني سقيم ولم يكن سقيما، وقوله لسارة أختي، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر يستغرب من حديث ابن إسحاق عن أبي الزناد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع ووهب بن جرير وأبو داود قالوا: حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إلى آخر الآية. قال: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد،
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إلى آخر الآية. فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان نحوه قال هذا حديث حسن صحيح، ورواه سفيان الثوري عن المغيرة بن النعمان نحوه. قال أبو عيسى كأنه تأوله على أهل الردة. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد قال أنزلت عليه هذه وهو في سفر، فقال أتدرون أي يوم ذلك؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار، فقال يا ربي وما بعث النار؟ قال 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال فأنشأ المسلمون يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. قال فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت، وإلا كملت من المنافقين. وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبروا. قال لا أدري. قال الثلثين أم لا. قال هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتفاوت بين أصحابه في السير، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله عذاب الله شديد. فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطية وعرفوا أنه عند قول يقوله، فقال هل تدرون أي يوم ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذاك يوم ينادي الله فيه آدم فيناديه ربه فيقول يا آدم ابعث بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فيأس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه قال اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، ومن مات من بني آدم
وبني إبليس. قال: فسري عن القوم بعض الذي يجدون، فقال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده، ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير، أو كالرقمة في ذراع الدابة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي وإسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم ليهلكن، فأنزل الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الآية. فقال أبو بكر: لقد علمت أنه سيكون قتال. قال: هذا حديث حسن. وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير مرسلا، ليس فيه عن ابن عباس. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير مرسلا، ليس فيه عن ابن عباس. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال رجل: أخرجوا نبيهم، فنزلت: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد وغير واحد، المعنى واحد، قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل، فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه، فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنزل علي 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم 10 آيات. حدثنا محمد بن أبان حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد
عن الزهري بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا أصح من الحديث الأول. سمعت إسحاق بن منصور يقول: روى أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث. قال أبو عيسى: ومن سمع من عبد الرزاق قديما فإنهم إنما يذكرون فيه عن يونس بن يزيد، وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس بن يزيد، ومن ذكر فيه يونس بن يزيد فهو أصح. وكان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد وربما لم يذكره، وإذا لم يذكر فيه يونس فهو مرسل. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ربيع بنت النضر أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنها الحارث بن سراقة أصيب يوم بدر أصابه سهم غرب، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أخبرني عن حارثة، لئن كان أصاب خيرا احتسبت وصبرت، وإن لم يصب الخير اجتهدت في الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنة في جنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. قال: وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد أبي شجاع عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهم فيها كارهون؟ قال: تشويه النار فتقلص شفته العالية حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرسد بن أبي مرسد، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي
عرفت فقالت مرثد، فقلت مرثد، فقالت مرحبا وأهلا، هلم ثبت عندنا الليلة. قال قلت يا عناق حرم الله الزنا. قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم. قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار، فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني. قال ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كبله فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما، فما دريت ما أقول، فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر فاستأذنت عليه، فقيل لي إنه قائل، فسمع كلامي فقال لي ابن جبير ادخل ما جاء بك إلا حاجة. قال فدخلت فإذا هو مفترش بردعة رحل له، فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله هذه الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، حتى ختم الآيات قال فدعا الرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم ثنى بالمرأة ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. وفي الباب عن سهيل بن سعيد قال وهذا حديث حسن صحيح.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، حدثنا هشام بن حسان، حدثني عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن السحماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. قال: فقال هلال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته أيلتمس البينة؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا فحد في ظهرك. قال: فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فقرأ حتى بلغ: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال: فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاءا، فقام هلال بن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، قالوا لها: إنها موجبة. فقال ابن عباس: فتلكأت ونكست حتى ظننا أن سترجع، فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، فدلج الساقين، فهو لشريك بن السحماء. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل لكان لنا ولها شأن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث هشام بن حسان. وهكذا روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيوب عن عكرمة مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة، أخبرني أبي عن عائشة قالت: لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا، فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي، والله ما علمت على أهلي من سوء قط، وأبنوا بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: إذن لي يا رسول الله أن أضرب أعناقهم. وقام رجل من بني الخزرج، وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل: كذبت، أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم، حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت به. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي، ومعي أم مصطح فعثرت، فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: أي أم تسبين ابنك؟ فسكتت، ثم عثرت الثانية فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: أي أم تسبين ابنك؟ فسكتت، ثم عثرت الثالثة فقالت:
تعس مصطح فانتهرتها، فقلت لها: أي أم تسبين ابنك؟ فقالت: والله ما أسبه إلا فيك. فقلت: في أي شيء؟ قالت: فبقرت لي الحديث. قلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم، والله لقد رجعت إلى بيتي وكأن الذي خرجت له لم أخرج، لا أجد منه قليلا ولا كثيرا. ووعكت، فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني إلى بيت أبي. فأرسل معي الغلام، فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل وأبو بكر فوق البيت يقرأ. فقالت أمي: ما جاء بك يا بني؟ قالت: فأخبرتها وذكرت لها الحديث، فإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني. قالت: يا بني خففي عليك الشأن، فإنه والله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها وقيل فيها، فإذا هي لم يبلغ منها ما بلغ مني. قالت: قلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. واستعبرت وبكيت، فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه، فقال: أقسمت عليك يا بني إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت. ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمتي، فقالت: لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرتها أو عجينتها، وانتهرها بعض أصحابه. فقال: اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به. فقالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. فبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له، فقال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. قالت عائشة: فقتل شهيدا في سبيل الله. قالت: وأصبح أبواي عندي، فلم يزالا حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي. فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، يا عائشة، إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار وهي جالسة بالباب. فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟ فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أبي فقلت: أجبه. قال: فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت: أجيبيه. قالت: أقول ماذا؟ قالت: فلما لم يجيبا تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت: أما والله لئن قلت لكم إني لم أفعل والله يشهد إني لصادقة، ما ذاك بنافعي عندكم لي؟ لقد تكلمتم وأشربت قلوبكم، ولئن قلت إني قد فعلت والله يعلم إني لم أفعل لتقولن إنها قد باءت به على نفسها، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا. قالت: والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال:
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته، فسكتنا فرفع عنه، وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول: البشرى يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك. قالت: وكنت أشد ما كنت غضبا. فقال لي أبواي: قومي إليه. فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. وكانت عائشة تقول: أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما أختها حمنة فهلكت في من هلك. وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت، والمنافق عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي كان يسوسه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة. قالت: فحلف أبو بكر أن لا ينفع مصطحا بنافعة أبدا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى آخر الآية، يعني يا أبا بكر أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني مصطحا إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال أبو بكر: بلى والله يا ربنا، إنا لنحب أن تغفر لنا. وعاد له بما كان يصنع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، وقد رواه يونس بن يزيد ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة هذا الحديث أطول من حديث هشام بن عروة وأتم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. قال: هذا حديث حسن غريب. حدثنا محمد بن بندار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد، حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك،
وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك أو من طعامك، وأن تزني بحليلة جارك. قال: وتلا هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال أبو عيسى: حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل، لأنه زاد في إسناده رجلا. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وهكذا روى شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله، ولم يذكر فيه عمرو بن شرحبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى وكيع وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نحو حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. روى بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن عائشة. وفي الباب عن علي وابن عباس. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمرو والرقي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فخص وعم، فقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني قصي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا، إن لك رحما سأبلها ببلالها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يعرف من حديث موسى بن طلحة. حدثنا علي بن حجر، حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. حدثنا عبد الله بن أبي زيادة، حدثنا أبو زيد عن عوف عن قسامة بن زهير، حدثنا الأشعري قال: لما نزل: وأنذر عشيرتك الأقربين، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه فرفع من صوته فقال: يا بني عبد مناف، يا صباحاه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه،
من حديث أبي موسى. وقد رواه بعضهم عن عوف عن قسامة بن زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن أبي موسى وهو أصح، ذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه من حديث أبي موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة معها خاتم سليمان وعصا موسى، فتجلو وجه المؤمن وتختم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون فيقول: ها ها يا مؤمن، ويقال: ها ها يا كافر، ويقول: هذا يا كافر وهذا يا مؤمن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد روي هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه في دابة الأرض، وفيه عن أبي أمامة وحذيفة بن أسيد. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان، حدثني أبو حازم الأشجعي، هو كوفي اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة. فقال: لولا أن تعيرني قريش أنا ما يحمله عليه الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد قال: أنزلت في 4 آيات، فذكر قصة. فقالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، فنزلت هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن بكير السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وتأتون في ناديكم المنكر، قال: كانوا يخذفون أهل الأرض ويسخرون منهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا سليم بن أخضر عن حاتم بن أبي صغيرة بهذا الإسناد نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثنا عبد الله بن عبد الله الجمحي، حدثنا ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر في مناحبة: ألف لام ميم غلبت الروم، ألا احتطت يا أبا بكر؟ فإن البضعة ما بين الثلاث إلى التسع. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن سليمان الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله: يفرح المؤمنون بنصر الله. قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، كذا قرأ نصر بن علي غلبة الروم. حدثنا الحسين بن حريث، حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. قال: غلبت وغلبت، كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أما إنهم سيغلبون، فذكره أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجل 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا جعلته إلى دون؟ قال: أراه العشر. قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشر. قال: ثم ظهرت الروم بعد. قال: فذلك قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم، إلى قوله: يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب، وفي ذلك قول الله تعالى: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث، فلما أنزل الله تعالى هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض
وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم، زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى، وذلك قبل تحريم الرهان. فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر: كم تجعل؟ البضع 3 سنين إلى 9 سنين، فسم بيننا وبينك وسطا تنتهي إليه. قال: فسموا بينهم 6 سنين. قال: فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر. فلما دخلت السنة 7 ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية 6 سنين، لأن الله تعالى قال: في بضع سنين. قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير. قال: هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرم، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد.